اتفضل امضي حضرتك كده. الشيكات بتاعت حضرتك هتسمع في الحساب بعد 4 أيام عمل، يعني على يوم الخميس ان شاء الله. اتفضل. شكرا يا فندم. العفو، مع الف سلام. الف سلام، نور. ممكن اعرف مكالمه امبارح دي معناها ايه؟ كشم لها، كشم لها تكشيمه وحشه جدا، مش هتاخد في ايدك 3 4 ايام وهتلاقيها قدمت طلب نقلها من البنك. ايه يا ابني تعال. ممكن اعرف مكالمه امبارح معناها ايه؟ ايوه يا فندم. فين يا ابني العميل اللي بعد كده؟ انا خليته استنى بره لغايه ما الانسه كمان تخرج من المكتب. انت فكرت ولا ايه؟ حد يخرج التاني يدخل على طول. ها؟ حاضر. اتفضل كده؟ ماشي. مش معنى انك رجعت يا كريم ان عيني مش هتبقى عليك. انا مش عايزه مشاكل بينكم انتوا الاثنين تاني. يا مس هو اللي ضربني، وعشان كده هو خد فصل اسبوع، وانا اكتفيت باستدعاء ولي امرك بس. لو اللي حصل ده هيحصل تاني انا حول الموضوع للاداره التعليميه. المدرسه دي ليها سمعتها، ومش هسمح باللي حصل ده يتكرر. حاضر يا مس. حاضر يا مس. يلا بوسوا على دماغ بعض. يا مس خلاص بقى الموضوع خلص، مش لازم ابوسه واحضنه واعيط والجو بتاع زمان ده. بوس على دماغ صاحبك يا ولد، بوسوا على بعض. حقك عليا، ما تزعلش مني، انا غلطت في حقك. شفت بقى صاحبك ذوق ازاي؟ يلا بوس على دماغه. حاضر. يلا اتفضلوا على حصتكم. يلا. حاضر يا مس. كريم استنى، انا عايزك. مش عيب يا كريم جدك يبقى في المستشفى ما تروحش تزوره؟ ايه؟ جده في المستشفى؟ انا ما حدش قال لي. واديني قلت لك يا سيدي. مامتك وباباك كان عنده امبارح، وانا رحت له النهارده وكان بيسال عليكم. خلاص انا هخلص المدرسه وهاخد ياسمين ونروح له على المستشفى، بس المستشفى دي فين؟ عموما المستشفى دي جنب البيت، انا ممكن اخدكم في سكتي. تمام يا فندم. شكرا. مع السلامه. الو. الورق ده انا لا عارفه اوديه فين ولا اعمل فيه ايه. انا ايش عرفني، ما تشوفي اي زميل يساعدك، المفروض ده يتفرم. اتفضلي. يا حسام ايه الاخبار؟ لقيتوا العربيه؟ جدو يا بت يا بت ارحمي جدو بقى، خليه يشم نفسه. يشم نفسي ايه يا ولا؟ انا في فتره نقاهه، الدكتور هيمر بعد شويه ويكتب لي خروج وارجع تاني الملاعب. حلاوتك يا جدو يا بطل الملاعب والعناية مركزة. عناية مركزة في عينك. وريني جايب ايه، اول مرة تدخل عليا بحاجة. ايه ده، انت خدت بالك؟ عشان تعرف بس معزتك عندي يا جدو. مش هو اللي جايبها اصلا، دي ميس نادية. امال هي فين؟ وصلتنا وجالها تليفون، تقريبا كده اخوها هيزورها او حاجة كده. بس من امتى يا جدو انت سبت تدريب الناشئات تحت ال20 ومسكت الشباب فوق ال50؟ ها؟ اخرس يا ولا، ابوكوا فين امال؟ والله يا جدو انا زهقت من لعب العيال بتاعهم ده، عمالين يغلسوا على بعض محدش بقى بيشوفهم. معلش عيب يا ياسمين، محدش عارف ظروفهم ايه. ميعاد الزيارة انتهى. والنبي سيبينا شوية، مش هنعمل دوشة والله. أنا آسف، ده نظام المستشفى. بس ما تقلقوش، كده كده الدكتور هيكتب على خروج للاستاذ علاوي النهارده بكره بالكتير. بقى ايه جدو، لو عايز حاجه كلمني. ماشي. ما تلعبش في الاجازه. ها، انا عارف الحركات دي. استنى عايزك. خد سجل النمره دي على الموبايل. النمره؟ انا ميح في التكنولوجيا انت عارف. ماشي، بس هسيبها باسم مين؟ ناديه. ناديه اللي هي مس ناديه. الكلام ده بيني وبينك بس، محدش ياخد بيه اي خبر. ما تقلقش، دي برقبتي. اه، النمره دي جت في وقتها. اه فعلا النمره جت في وقتها، احلى نمره في الدنيا. تمام. الورقه دي ما تلزمكش. ولا الشوكولاته. استنى يا واد، انت هات الحاجه اللي انت جايبها. في ايه انت؟ الدكتور مانع عنك. يلا روح. والشوكليت. طب اهدى بس كده يا مستر، وافتكر اخر مره شفت فيها الشيكات كان امتى. مفيش من شويه، وبعد دخل كاميليا حطت. كاميليا مالها؟ كاميليا كاميليا ممكن تكون خدت الشيكات مع الورق اللي راحت تفرمه، دي تبقى مصيبه سودة. ما هي ممكن تكون ما فرمتهوش. ثانيه هندهلك. انا جاي معاك.
كاميليا، بقول لك ايه؟ الورق اللي انت خدتيه تفرميه ما كانش معاها حافظه بتاعت شيكات؟ مش فاهمه يعني، ده ورق عادي، من امتى واحنا بنفرم شيكات؟ لو سمحتي ردي على قد السؤال، كان معاها حافظه شيكات ولا لا؟ والله انا اديت الورق كل الاستاذ محسن زي ما حضرتك قلت لي بالظبط، مش فاهمه يعني بتزعلي ليه بقى دلوقتي؟ انا كده اتخرب بيتي، اتخرب بيتي. الشيكات لو ما اتحطتش في حساب العميل هتبقى مصيبه، ولو قلنا لمدير البنك ان الشيكات اتفرمت هتبقى كارثه. لا طبعا ما ينفعش نقول كده خالص لمدير البنك. احنا ندخل ندور عليهم بهدوء وان شاء الله هنلاقيهم. يلا يلا يا عمي، لما انت روشنا وعملت بص يمين وشمال ما كنا خلصنا الحوار ده ببيت اي حد فينا يا كريم. يا ابني انت غشيم، يا ابني يا ابني انت غشيم. نادر لو مايل على اي حد من العيال بتوع الهاكر هيجيب المكان اللي احنا بنكلمه منه عن طريق الاي بي، انت فاهم؟ وساعتها هنتكشف. هنا امن مكان يا حمار. ليه؟ كل المدرسه ساكنين حوالين السايبر هنا، فلما ده يحصل الناس كلها تلبس الحوار ومش يعرفوا مين اللي عاملها اصلا. مين البت ده يا كيم؟ اتعرفنا عليها يا ابني. انت اكتع يا ابني، ما انا عمال بقولك من الصبح ده فيك اكاونت، فيك اكاونت بزاول بيه الواد نادر، وهو خلاص استوى بقى على الاخر، ناقص بس ان انا اضرب ضربتي. انا ناوي تهكر الاكاونت بتاعه ولا ايه؟ لا، هسلمه تسليم اهلي للي ما بيرحمش. هو اخر مره طلب مني رقم التليفون وانا عمال افكر من الصبح هدي له رقم بيت من البنات اللي عندنا في المدرسه تخرب بيته ولا ابن اللذينه. انت هتدي له فعلا رقم واحده معانا في المدرسه؟ اتقل. رقم مين ده عيال؟ مين؟ في سناد يا مديره المدرسه. انت ناوي تودي الوقت في داهيه؟ ايه اللي وديه في داهيه؟ يعني هو ما ودانيش في داهيه لما صورني وشاير صورتي وانا بغسل الصحون في الكافيه؟ اسمع دي، مس مستنياك تكلمني الساعة 3 يكون بابا نام. امضاء المنحرف. العب يا نادر عشان انا مش قادر. الساعة بقت 3 لما نكلم بقى القطة. منحرفة وامي عارفة، لما نشوف بقى امك عارفه ولا مش عارفه. الو، المنحرفه بتاعتنا يا فندم. ظهر ان الشبكه واقعه وماله، نتكلم تاني. اوه، مش هنخلص النهارده. ايه ده؟ هالو، السفله بتاعتنا يا ترى ماما نامت ولا لسه؟ وبعدين بقى، الله، انت اهلك ما ربوكش ولا ايه؟ اوعى تتصل هنا تاني، سامع؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي شتمتني، تطلع السفله بجد؟ طب والله انا مكلمها تاني. ديك. ايوه، ايه هو انت فاضيلي النهارده ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا هبلغ البوليس وهيجيبوا نمرتك وهيجيبوك من بيتك، فاهم؟ اوعى تتصل هنا تاني. ايه ده؟ ايه يا سفر يا منحط الكلام اللي بتقوله ده؟ انت مش عارف بتكلم مين ولا ايه؟ ايه اللي الادب دي؟ ايه ده؟ دي مصيبه، لو الشيكات دي كانت اتفرمت مش بعيد على العميل ده كان ينقل كل تعاملاته من البنك، ودول شركه كبيره اكيد هتبقى سمعتنا زي الزفت. انا يا فندم اللي استفزني، ازاي الاستاذ عبد العزيز ما يبلغش سعادتك انت بالذات بان الشيكات ضاعت مني؟ ربنا ستر انهم وقعوا في ايدك يا استاذ محسن وجبتهم لي. الحمد لله يا فندم ان انا قريت الورق قبل ما يتفرم، بس انا والله يا فندم يعني مش عايز حد من الاخوه الزملاء يحس كده ان انا بوقع بين سعادتك وبين الاستاذ عبد العزيز. وزي ما سعادتك بتقول وبنتعلم من سعادتك ان سمعه البنك اولا واخيرا. مفهوم مفهوم. على العموم انا بشكرك جدا يا استاذ محسن، دلوقتي تروح على مكتبك وانا هتصرف مع عبد العزيز. تعالى هنا يا نادر. افندم يا مس. دي نمرتك؟
ايوه دي نمرتي. ده انت نهارك اسود ومنيل. ليه بس يا مس؟ هو انا عملت ايه؟ بتكلمي تعاكسي الساعه 3 الصبح؟ انا والله العظيم ما حصل. لا حصل يا حبيبي، الترو كولر طلع اسمك ولسوء حظك ان انا حافظه اسمك كويس قوي. يا مس انا اصلا معيش رقم حضرتك. ما انا المنحرفه اللي كلمتها بالليل. ابقى قابلني لو نجحت السنه دي، مش بس بقى السنه دي، انا هبطلك تعليم من اصله. طب يا مس ثانيه واحده بس هفهمك اللي حصل. اخرس كده بقى، مفيش غير ان انا اطلع للمدير بنفسي واقول له على كل حاجه. انا اسف يا مستر بس غالبا مفيش غير الحل ده. ماشي مستر عبد العزيز. كاميليا قولي عايزه ايه بسرعه لو سمحتي. سرعه؟ الشؤون القانونيه وقفتك عن العمل لحد ما يحققوا معاك. ايه؟ بس نادي ارجوكي، الولد مستقبله هيضيع. مستقبله؟ هو انا ازاي ده عنده مستقبل؟ انت لو سمعتي الالفاظ اللي قالها لي في التليفون تقولي ان مستقبله يبقى طبال في كباريه. قولي ميس سوري يا ولد. سوري يا ميس. سوري ايه يا مدام؟ انت مدركه هو عمل ايه ولا ايه؟ هو جاب نمر وحشه في الامتحانات ولا كسر كوبايه في البيت؟ ده قال الفاظ يحاسب عليها القانون، سب وقذف علني. انا مش هتنازل عن حقي، انا هفصله من المدرسه دي نهائي وهعمل لك محضر في الاسم، يعمل لك جنحه سب وقذف تنفعك في مستقبلك. ماما يا استاذ اسماعيل، يعني هو الحكايه كلها مجرد سوء تفاهم مش اكتر يعني، والحمد لله عدى على خير والشيكات ما اتفرمتش. انا بعمل شغلي يا استاذ عبد العزيز، كوني اصدقك بقى وما اصدقكش ده مش غير حاجه من اللي حصل. وبصراحه العقد موضوع بزياده، ان العميل عرف الموضوع. والعميل عرف منين؟ انا اللي قلت له، بس والله العظيم ما كنتش اقصد، انا كنت عايز اساله لو معاه نسخه من الشيكات قبل ما الموضوع يكبر. ليه كده بس يا كاميليا؟ انا اسفه والله العظيم. يا استاذ عبد العزيز كل بتوع ده ملوش لازمه دلوقتي، ده مش مجال تحقيق، انتوا بس هتمضوا على قرار وقفكم عن العمل والمسؤول قدام جهات التحقيق الشؤون القانونيه. طب وهو ماله؟ انا اللي كلمت العميل. لازم تفهموا ان انا حاولت الم الموضوع على قد ما اقدر، بس طالما وصل للعميل كان لازم اخد اجراءاتي القانونيه. ده اللي جابك هنا يا جدو؟ انا جاي اشكر الست اللي وقفت معانا وقفه نبيله في المستشفى. انت ايه اللي جابك؟ كريم هيلبس نفسه مصيبه. ازاي؟ وانا بصراحه مش عارفه اقول لك ازاي، بس لازم اقول لك عشان ما فيش غيرك انت ومس نادية اللي ممكن تساعدوني عشان نلحق مستقبل الولد اللي هيضيع بسبب كريم. انا مش فاهم منك حاجه خالص. اتفضلوا اقعدي يا مس نادية، شوف المصيبه اللي جايبها لنا معايا ياسمين. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ انا هحكي، بس قبل ما احكي لازم تكونوا عارفين ان انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، اقسم بالله. ديما حبيبتي كانه بدها نموت فتجيبي شال الك من جوا. في ايه يا انصاف؟ انت قاعده بصالي في اللبايه اللي انا باكلها كده ليه؟ اصلك انا مش فاهم، انت ليه لغايه دلوقتي ما رجعتيش بيتك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت الزهايمر شغال معاكي مع كل الناس وجايه تفوقي نفسك عليا دلوقتي؟ اصل جوزك ده راجل محترم، وحرام عليكي البهدله اللي انت مبهدلها له دي. هو كان حد اشتكالك؟ وبعدين هو مش متبهدل ولا حاجه، بنته قاعده معاه وبتعمل له كل طلباته. اهي بنته اللي قاعده معاه دي قاعده معاه بحجه ان هو قاعد لوحده وسايبه جوزها وبيتها اللي هيتخرب من تحت راسك. لمي لسانك شويه وتلمي بدل ما المك. وان ما تلمتش يا سكينه هتعملي ايه؟ هوريكي يا انصاف انا هعمل ايه؟ انا هوريكي. والله انت ست بتاعت كلام ولا تقدري تعملي حاجه. بنرحب بسالة المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده معايا طبق جميل، هنعمل طبق سمك في الورنتين. هنشوف مقاديره مع بعض دلوقتي. عندي سمك فيليه، قاروص، عندي توم، بصل، كريمه لباني. الو الو يا شيف. ايه يا جماعه مش توم معايا اتصال تليفوني؟ يعني هو انا غريب يعني عشان استاذن اكلمك انا اكلمك في اي وقت انت حبيبي. اهلا بيك يا استاذ عبدو، اهلا بيك يا فندم. انا كنت عاوز ادردش معاك كده بخصوص موضوع الانفلات الامني، يعني حاكم برضه لازم الواحد يتكلم معاك كده ويدردش في الحاجات دي صح؟ والله يا استاذ عبدو ده برنامج طبيخ مش برنامج توك شو، هتكلمني في اي حاجه في الاكل انا خدامك. واد زيزو جوز بنتي هو في الحقيقه مش اسمه زيزو، هو اسمه اساسا عارف يا سيدي اسمه عبد العزيز. وبدعيه له يا زيزو. والمدام بتاع حضرتك بتقول له يا موكوس. اسم الله عليك حبيبي يا شيف حبيبي. الواد زيزو جوز بنتي العربيه بتاعته اتسرقت من الشارع بتاعنا. انا كل اللي طالبه بس ان انتوا تكتبوا في الستتر كده مواصفات العربيه، لعل وعسى ربنا يكرمنا كده واي حد يبلغ يلاقيها، يمكن نلاقي العربيه ونلاقي اللي فيها ينوبكوا صواب.
معاك بقى ورقه وقلم تكتب المواصفات. كل ده يطلع من كريم؟ الولد ده لازم يتضرب بالجزم عشان يتربى. هو انا اول ما اتاكدت ان كريم هو اللي عمل كده قلت لازم اجي واقول لحضرتك عشان نادر ملوش ذنب. كويس ما عملتش محضر في الولد لولا مامته دخلت المستشفى واستنيت لما تفوق. ايوه بس ده ما يمنعش ان نادر كمان قليل ادب ولازم يتربى. لو عايزين رايي هما الاثنين غلطانين، واي رد فعل من حضرتك ناحيه واحد منهم هيسخن التاني عليه. هما الاثنين هيفضلوا ينتقموا من بعض كده؟ ما هو ده اللي خلاني اجي واتكلم معاكي، هما الاثنين لازم يتصالحوا عشان الحرب دي تقف. حرب ايه وكلام فارغ ايه؟ ده عيال لازم تتضرب وتتكسر رقبتها عشان يبقوا عبره للاخرين. جدو ممكن ما تندمونيش ان انا جيت وقلت لكم على اي حاجه؟ هو انتوا ليه عايزين تحلوا كل المشاكل على مزاجكم؟ يعني ليه ما نديلهمش كمان فرصه؟ فرصه ايه بقى ان شاء الله؟ يعني لو حضرتك لغيتي قرار فصل نادر وقلتي له ان انت هتنسي كل حاجه وقالها لك في التليفون بس بشرط هو كمان ينسى كل اللي عمله فيه كريم ويديله كمان فرصه. طب نادر هيسامح كريم عشان خاطر انا سامحت نادر. انا بقى هسامح نادر في مقابل ايه؟ في مقابل ان انا كمان هنسى اني شفت جده هنا وهدي حضرتك فرصه تانية يا ميس. ميس؟ ده انت اللي ميس. خدي يا وليه هدومك المعفنة دي. بترميلي هدومي على الأرض يا سكينة؟ كلمة واحدة كمان هرميهم وأرميكي وراهم من البلكونة. إيه 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 في إيه بس؟ في إيه إيه اللي حصل؟ تعالى شوف يا زيزو، شوف أمك بتعمل فيا إيه؟ إيه ده إيه ده؟ أنت عارفة كويس أوي إن أنا مش أم، ما تستهبليش عليا. يا ست سكينة يا حماتي، أنت عارفة يعني إن هي ست مريضة يعني خدي على قد عقلها. هي يا عبد العزيز لا مريضة ولا حاجة، دي بتعمل كده وكده عليك وعلى أبوك وفي الآخر هتطلع مخبر مدسوس علينا. شايف بتقول إيه؟ معلش اهدوا بس عشان راجع من الشغل تعبان وهدخل أنام. لا مفيش نوم غير أما تحللي المشكلة دي، أنا لا يمكن هنام معاها في أوضة واحدة أبدا لله دي. ولا أنا يا حبيبتي. زيزو انت تنزل دلوقتي حالا وتجيب لي شقه تانية غير دي. حاضر يا ست انصاف، بكره الصبح ان شاء الله هروح اجيب لك شقه ليكي لوحدك. يلا صباح على خير. هيجيب لي شقه جديده وانت لا شخراسي بقى. حاضر حاضر يا اللي على الباب. ست انصاف انت جيتي لوحدك ازاي؟ ادخل يا زيزو. عشان ما يقول لي صاحب البيت الاول ولا ايه؟ ادخل يا زيزو. اعمل لكم شاي ولا انزل اجيب لكم فطار؟ لا ابوس ايدك، شاي كويس، بلاش تنزلي. طيب ماشي. اقعد يا زيزو. ولا مش فاضيلي؟ معلش يا بابا، معلش، انت عارف ان انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي كلها، خصوصا اليومين دول. سنة اليومين دول بمر بمشاكل كتيرة قوي يا بابا. عارف ان انا بقالي 3 ايام تقريبا ما نمتش خالص. سامحني يا بابا معلش. يا ساتر، كل المقدمة دي عشان تقنعني ان انصاف تيجي عندي؟ خلاص يا سيدي اهي جت، امر الله. يا بابا على الاقل هتاخد بالها منك يا بابا، باكلك شربك كل حاجة يعني. مالك يا زيزو يا ابني؟ فيك ايه؟ عارف يا بابا انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا حبيبي؟ نفسي أدخل أوضتي وأنام زي زمان محدش يصحيني، مفكرش في أي حاجة، لا في جميلة ولا في الولاد ولا في الشغل ولا في أي حاجة. زمان وأنت صغير كان لما يبقى عندك امتحان صعب تاني يوم كنت تدخل أوضتك وتنام، وكنت دايما أتخانق معاك اقول لك اوعى تهرب من حل مشاكلك بالنوم، فاكر؟ لكن دلوقتي خلاص بقاش من حق انام ولا اهرب من مشاكلي، لازم افضل صاحي واواجه مشاكلي كلها بنفسي. دينا. نادر ازيك؟ ازيك يا دينا، تعالي. تمام. عايزك في حوار يا دينا ما يتاجلش ثانيه واحده. والنبي يا نادر ابعدني عن حواراتك انت وكريم دي خالص، وبعدين يا معلم انا ماليش دعوه بالحرب اللي بينكوا دي اصلا. هبعدك عن حواراتنا، وهبعدك كمان عن حوار تيكت حفله انريكي اللي عند الاهرامات اللي انت كنت عايزه تروحيها. بتهزر يا ابني، انا اصلا هتجنن عشان اجيب تيكت الحفله دي ومش عارفه الاقيها. اتنين يا دود، تيكتين بس. خلاص بقى مش عايزه لطك في الحوارات. لا 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 يا معلم استنى، لطني انت بس ومالكش دعوه. انت عايز ايه بقى من كريم؟ ياسمين اخته،
مالها؟ عايزه ارتبط بيها. هو انت عايزني اروح لياسمين واقول لها احب نادر؟ يا اسكى اخواتك مش كده. كل اللي عليك انك هتجيبي لي تقارير بتحركاتها اليوميه واي معلومه ممكن استفاد منها عشان اوقعها على السخان. اعتبره حصل يا معلم. هو ده يا دود. فينك من بدري؟ انا مش فاهم نادر ده راجع المدرسه ازاي. انت مالك بقى يا كريم؟ ما تخليك في حالك. يعني ايه خليني في حالي؟ مش عارفه نادر ده عامل ازاي. مضايقك في ايه يعني؟ مش فاهمه. امسك يا كريم خد دول. ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ تاخد تاكسي دلوقتي وتلحق باباك في البنك قبل ما يخلص شغل، تقول له يكمل عليهم ويدفع القسط التاني من مصاريف المدرسه. طب ما بكره يا ماما. بكره ايه يا حبيبي؟ هيدفعونا غرامه بكره، وبعدين احنا بندبر المبلغ ده بالعافيه. خلاص خلاص هتشحتي، هاتي فلوس التاكسي. يا قليل الادب، هشحت التاكسي عشان المواصلات. اتفضل يلا تعالي يلا روحك. هترجعي البيت؟ لا طبعا هوصلك في طريقي بس، وبعدين ارجع انا عند بابا. ميرسي، هعرف اروح لوحدي. انا مش عارف الموضوع ده كبر بالسرعه دي ازاي. عادي يعني، غلطه وكلنا معرضين ليها. مشكله بقى ان انا اليوم ده كنت متوتر جدا. سرقه العربيه والفلوس اللي كانت فيها. صحيح انت وصلت لحاجه في موضوع العربيه؟ ولا اي حاجه. حسام ده بكلمه تقريبا يوميا ما لا يقل عن 100 مره، لدرجه ان الراجل زهق مني. امبارح ظبطوا عصابه بتسرق عربيات، رحت بصيت على العربيه شبه عربيتي طلعت مش هي. معلش ان شاء الله تتحل. اهم حاجه بس عشان ما اضيعش وقتك، موضوع ايقافي عن العمل ده ما حدش يعرفه يا شريف، يعني لا حماية ولا حماتي ولا جميله لو سالوك يعني. ها لا ما تقلقش عيب عليك، المهم انت هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا شريف، خصوصا ان الوضع المالي زي الزفت. لو احتجت اي حاجه قول لي، ده انت اخويا الكبير، وبعدين انت ياما سلفتني. ادي انت بتقول اهو ياما سلفتك، عاوز منك ايه؟ وبعدين السلف مش هو الحل، الحل ان انا لازم اشتغل وباسرع وقت. عليا ديون قد كده واقساط، ده غير ال 250 الف جنيه بتوع حمايه. مش عارف يا شريف اعمل ايه. صباح الفل يا بابا. ايه يا ابني ده؟ داخل كده من غير استئذان؟ انا اسف معلش، هو مش ده مكتب استاذ عبد العزيز عليوه؟ عبد العزيز؟ اقرا مكتوب ايه هنا؟ محسن دردير. اوكي معلش، هو مكتب استاذ عبد العزيز بقى فين؟ مين بقى الاستاذ عبد العزيز ده؟ ده بابا، هو مدير خدمة العملاء هنا في البنك. باباك، أنا فاكر إن أنا سمعت الاسم ده قبل كده، بس اللي أنا أعرفه إنه موقوف عن العمل وبيتحقق معاه. إيه؟ بيتحقق معاه؟ ليه؟ اختلس أو حاجة زي كده. في أي خدمة أقدر أقدمها لك؟ لا 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 شكرا. كريم